يبغالها ترتيب الحياة، يبغالها ترتيب. كيف يبغالها ترتيب؟ الحياة بسيطة، يبغالها بس انك تضبطها بحياتك، ما يبغالها انك ما ادري وش تكبرها برقع وتقعد تخربط وبسوي وبفعل. لا والف لا، واضح ولا لا؟ لا والف لا. لازم انك ترتب حياتك. شوف الحين ابغى اضرب لكم مثل كشكل. شوف ترى مغى شجرة، شجرة صغيرة، شجرة قزمة، حلو؟ مغى كرسيين، شوف الشكل ترى عادي سياحي. بس كيف ضبطنا؟ حطيت كرسي. أول ما حطيت الكرسيين هذه جاء في راسي إني وشو؟ لك بيجي الشجرة، حط شجرة. حطيت الشجرة كأني بديت الحين يعني من عيال العز، حلو، واو، كأني داخل مزرعة. حبق نعناع. ايه يا ابوي العب العب يا اخي، خليك انت تعيش حياتك بالشيء اللي حتى لو تكذب على نفسك ما عندك مشكله، الا انك تناظر حياه غيرك. هذه اكبر مصيبه، هذه اكبر مصيبه، انك يا من تبي وبي 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 عادي، حتى لو تاخذ ورد رخيص زي هذا ما عندك مشكله. اهم شيء انك لازم تعيش حتى لو كذبتك، عيشها ما عندك مشكله. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ اليوم انا غايب عن البث.